وحيد في البيت ده وكله اللي شبهي بجد؟ هو ده. انت شفتيه؟ شفته. قالكوا واقفين مزورين كده ليه؟ هو انا برضه مش ليا في البيت ده زيكوا بالظبط؟ ولا انتوا قسمتوا التركه وانا بره الحكايه؟ لا يا حياه، احنا بندفع لك مبلغ وقدره كل سنه في المستشفى. هو انا بتكلم على الفلوس؟ هي البعيده غبيه؟ بتكلم عن ابني اللي بقاله 13 سنة حاربني منه، عن سنين عمر اللي ضاعت، عن ابويا اللي مات من غير ما اشوفه، معرفش حتى هو مدفون فين. بتكلم عن ايام عدت عليا كانها سنين، عن اعياد ملهاش لا طعم ولا لون، عن شعور بالوحدة، شعور سيء قوي، الإحساس بالظلم. عمرك جربتيه؟ عمرك حسيتي بيه؟ الأشكال اللي زيك عمرها ما تحس بالحاجات ديت. عرفتي بقى إن فلوس الدنيا كلها مش ممكن تعوضني عن يوم واحد في المستشفى، أو يوم واحد بعيدة فيها عن حضن ابني؟ خلاص؟ خلصتي؟ الصح بقى يا حياة إنك ترجعي المستشفى، والدكتور الزفت ده أنا هعرف أتصرف معاه إزاي. اتفضلي بقى، اتفضلي مكان ما جيتي. مش همشي. هتمشي يا حياتي، بالذوق، بالعافيه، بالبوليس هتمشي. لا كفايه. اوعى تفتكر ان صوتك عالي وقله ادبك دي هتخوفني يا بنت. انا عشت مع اوسخ ناس، شمامين ومجانين. يعني لو عايزني ارتاح لك بالبلدي ممكن ارتاح لك. حياة، ما ينفعش يا حبيبتي الكلام ده هنا، ما ينفعش. وبعدين أدهم ما يعرفش أي حاجة عنك، وهو زمانه جاي، وما صحش يعني يشوف الموقف كده. عارفة يا نجوى، أول مرة في حياتك تقولي حاجة عادلة. أنا همشي، بس أكيد هرجع لكم تاني. أنا موت وأعرف مين بنت الجزمة اللي سألت عني النهاردة. يا ابني بقول لك إيه، أنت قلقان ليه؟ أنت مش كده كده مس نورة قالت لك إن هي قريبتك؟ قريبتي مين بس؟ وبعدين يعني حبك أنت ماشي في الميعاد ده؟ بقول لك إيه، أنت هتعمل إيه في حوار استدعاء ولي الأمر ده؟ ده حوار. مش عارف. بقول لك ايه؟ أنا نازل هنا. تنزل فين؟ بس ليلى عمرها ما هتوافق. جريمة ب 50 جنيه تنزل الأتوبيس كله. بقول لك ايه يا لولا؟ أنا نازل. إيه؟ أنتِ بتقولي إيه؟ يا نهار أزرق. طيب، أنا هتصرف في الموضوع ده. يا ستي ما تعمليش أنتِ أي حاجة، ما تقلقيش، أنا هتصرف. الله. انت مش بتقولي انها مشيت؟ خلاص بقى. يا نهار اسود. الحقني يا جو، عامل كارثه، امي هتديني بالجزمه. واقف عرضك يا كبير. ايه ده؟ مين الموزه دي؟
ادهم يحيى. انا زعلانه منك على فكره. تعالى تعالى انا عايزاك. ازاي يا دكتوره مريضه تخرج من المستشفى من غير ما اهلها يعرفوا؟ اهدى شويه يا يوسف بيه وانا هفهمك. تفهميني ايه؟ انت فاكراني هسكت ولا هتكلفتيني بكلمتين؟ ده انا هديكوا بالجزمه. ارجوك بس ما تزعقش. ما زعقش؟ اللي انتوا عملتوه ده يا دكتوره مش قانوني، لان في قضيه قديمه وهي متهمه فيها. والله انا عارفه، بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان القضيه دي اتحكم فيها من زمان. ازاي بقى؟ يعني مجرد ما بيطلع تقرير من المستشفى ان المتهم مريض نفسي بتسقط يعني القضيه وبيتحكم فيها بانقضاء الدعوه لان المتهم غير كامل الاهليه، ومن الوقت ده بقى المحكمه ما بيبقاش ليها اي علاقه بيه، احنا بس لما بنخرجه بنبعت لها اختار من باب العلم بالشيء مش اكتر. وانت بقى على اي اساس خرجتيها؟ على اساس ان احنا حاولنا معاكم كتير قوي وانتم ما رضيتوش تستلموها. حاولنا؟ هو مين اللي حاول؟ مش الجربوع ابو نضاره اللي عمال يتنطط لي في المصنع وفي البيت؟ وبعدين انت بتناقضي كلامك ولا ايه؟ انا مش اتصلت بيكي اخر مره جالي فيها وقلتي لي مالكش دعوه بيه سيبك منه. ما هو البي جاب لي لجنه من وزاره الصحه وحطني قدام الامر الواقع. انا مش قادر افهم هو بيعمل كده ليه؟ عايز يخرجها بروح اهله ليه؟ هو مال امه؟ بس انت لو تهدى هعرف اتكلم معاك، لكن طول ما انت بتزعق كده انا مش عارفه اتكلم معاك خالص. والله؟ اوكي انا هديت. ارغي. البيبي يحبها. عارفه ايه اصعب احساس ممكن انسان يحس بيه؟ ويحس ان ملوش لازمه، ان دوره انتهى. هو ده بالظبط اللي حسيت بيه النهارده لما اختفيتي فجاه. وطبعا قلت دي انسانه زباله واطيه، خدت اللي هي عايزه مني وهربت، وندمت على اليوم اللي انت وقفت جنبي فيه وساعدتني. بس لما دخلت البيت عندك ولقيتني اتبسطت، مش كده؟ عرفتي عنوان البيت ازاي يا حياة؟ كنت بلعب عندك في الشقه، لقيت اجنده قديمه انت كاتب فيها كل حاجه. انا اصلا كلمتك في التليفون لقيته مقفول كتير قوي، ما كانش قدامي حل غير ان انا اجي البيت عندكم. وعملت الفيلم الهندي ده على مراتك. على فكره مراتك دي ست طيبه قوي، ولادك كمان امامير، ربنا يخليهم لك.